اوكي، فهو الكاباسيتي بتاعته 8 جيجا رام، ومن السي بي يو 13 جيجا. طبعا دي توزيع طبقا لانه هاي الشيرز. ننشي واحد كمان، اوكي، ريسورس بول، نسميه ريسورس بول بي. وده نخليه مثلا لو، او اسيبه نورمال مش مشكلة يعني، بس يعني عشان نبقى بنغير نعمله مثلا لو. ندخل بقى فيرتشوال ماشينز جواهم. هاخد مثلا 1، و 2، و 3، احطها في بي. افتح كده من جوه، شايفين؟ فيبقى تحت الكلاستر بقى في ريسورس بولز اهو زي ما احنا شايفين كده، وريسورس بولز تحتها في فيرتشوال ماشينز. شوف مثلا الريسورس بول ده دلوقتي بعد انا ما حطيت جواه فيرتشوال ماشينز، الاستهلاك طبعا ضعيف، لان يعني فيرتشوال ماشينز تعتبر ايدل يعني، ما فيش عليها اي لود. اوكي، نقدر نعمل ريسورس بول تاني جوه، اقدر اعمل ريسورس بول جوه ريسورس بول، بس يعني انا مش ناوي اعمل كده في الديمو، مش محتاج. خلاص تمام يا شباب. في الوقت اللي هيكون فيه كونتنشن على ريسورسز في الكلاستر، هيتم توزيع ريسورسز الكلاستر على الفيرتشوال ماشينز دي طبقا ل السيتنجز او يعني ريسورس الوكيشن لكل ريسورس بول. دوسنا هنا على ندوس على كونفيجر. اوكي، من هنا من كونفيجر اقدر تاني اعدل الكلام ده. دي السي بي يو ودي الميموري. اجي هنا وادوس اديت فيخليني نفس الصفحة يعني. ان هنا اقدر بقى احدد اعدل او اغير في الريسورس الوكيشن. تمام، ده بالنسبة لريسورس بول. ما اعتقدش ان في يعني اي مشكلة. خلوني اطلع دول بره، ارجعهم تاني بره الكلاستر. خلونا نشوف الفيرتشوال اب او الفي اب. اوكي، رايت كليك على الكلاستر، نيو، عفوا نيو في اب اهو، واقول له نيو فيرتشوال اب. create a new virtual app or existing V app. لا، new. next. ونسميها، ماشي، نسيبها نفس الاسم، نختار الكلاستر. next. هل هنا هنحدد حاجة أو لا؟ يعني ده يرجع لتفضيلاتنا إحنا. أوكي، ده السامري. نقول له finish. أوكي، خلونا ندخل virtual machines دي جوه ال VApp. طبعا ال VApp هي يعني فاضية. اوكي، مفيش عليها اي استهلاك طبعا. خلاص، خلونا ندراج دروب. انا صراحة تمام. تلاحظوا بقى حاجة يا شباب، ادي ال VApp تحتها الفيرتشوال ماشينز. لاحظ هنا ان الفي اب نفسها ليها زرار بلاي وستوب اهو. ده باور اوف ذا في اب اند اول اتس فيرتشوال ماشينز. او اعمل لي سسبند، هنعرف ايه السسبند ده في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. او باور اوف، عفوا، بيجن ذا في اب شوت داون سيكونس. شوت داون سيكونس، في شوت داون سيكونس، بس خليني ريسورس بولز. افتكر بس كانت من فين. resource pool edit settings edit notes edit settings. نشوف عشان نرتب. there are no properties to edit. هو مكانه بس لخبط شوية.
اوكي تحت السيتنجز تحت اوفرنج تحت او ستارت اوردر، هو اوتوماتيكلي يعني يرتبهم جروب 1. لو جروب 1 اوف فيرتشوال ماشينز ممكن يبقى مثلا الاثنين دول جوه نفس الجروب، بس خليها يعني جروب 1 وجروب 2. خلاص الستارت اب اكشن هو يباور اون. اوكي الستارت اب سيكونس proceeds when 120 seconds have elapsed، يعني ينفذ الاوردر الباورنج اون اوردر بعد 120 ثانية من ترتيبها، يعني الأولانية تعملها باور اون بعد 120 ثانية منها يبتدي ينفذ التانية. طيب بالنسبة للشوت داون يكون طبعا مش sudden power off، يكون جست شوت داون ونفس الوقت في هنا ترتيب، خلي دي مثلا 10 ثواني مثلا يعني. اوكي خلاص هو دي كمان خليها 10 ثواني. اوكي خلونا نجرب نباور اوف ونباور اون. هنا هون هقول له begin the app shut down sequence، ابتدي ينفذ او ايد اوردر بان يطفي. وطبعا يا شباب الستارت اب اوردر بيكون يعني او الشات داون اوردر بيكون عكس الستارت اب اوردر، يعني انا هنا بقول له ان الستارت اب ان رقم فيرتشوال ماشين ويندوز 7 1 الاول تبتدي وبعدين رقم 2، لما يجي ينفذ الشات داون بينفذه من بالعكس من تحت لفوق. اوكي اوكي هنا المفروض ان رقم 2 تكون طفت، دي دلوقتي باورد اوف خلاص، المفروض انه يطفي رقم 1. بس انا مش متأكد ليه هو ما نفذش ال command. انا محتاج احطهم في جروب 1، انا مش متأكد، خليني انا صراحة مش متأكد، خليني نتأكد سوا. مش هنا settings. هنقل دي كده للجروب ده، بس المفروض تتنفذ ليه، انا مش عارف ليه ما اتنفذتش. الموبايل تولز اوريدي ريدي ريدي، هي غالبا لان السيتنج كان على، شوفوا على فيرتشوال ماشين 1 رقم 2 هي اللي عليها ال 10 ثواني، 10 ثواني الاولانيه انا محتاج هي كمان 10 ثواني، هي كانت متسابه 120 ثانيه، يعني المفروض شوت داون جست 10 ثواني، كانت المفروض يعني انها اقوله شوت داون تاني كده عشان يطفي رقم 1 وبعدين نشغلهم ونطفيهم تاني. شوف المفروض دي تطفي اي شوتينج داون. اوكي اتطفت، خلونا نباور اون تاني بقى الفي اب كلها على بعض. Yep. نبتدي بالسيكونس، المفروض انه يبتدي باور اون رقم 1 الأول، بعد كده رقم 2،
دي رقم واحد قامت، ورقم اتنين كمان عايز افتح، عايز افتح كونسول على رقم اتنين دي كمان علشان نشوف. دي رقم اتنين ودي رقم واحد، كده كده الباور اون. تعالوا نعمل باور اوف للفي اب او شت داون، يعني الفي اب السيكونس شت داون سيكونس. دي رقم اتنين هشوفه بيبتدي بالعكس بالأخيرة، الأخيرة اللي في الترتيب هي رقم اتنين، وفي 14 ثواني من الباور اوف من الشت داون يبدأ. اوكي دي اتطفت خلاص، المفروض دي كمان تبتدي يعني. بكتب ايه تحت هنا؟ operation timed out stop via. اوكي طيب، هو قد يكون انا اللي عندي، يعني انا عندي مشكلة في اللاب، قد يكون ممكن يكون انا اللي عندي، انا اللي عندي مشكلة يعني. اوكي بس خليني اجرب حاجة اخيرة، ان انا احطهم، ان هي ليه بالتايم اوت، خليني اجرب احطهم هما الاتنين في جروب واحد. انا ليه اعملهم على تو جروبس؟ كده هما الاتنين في جروب واحد، كده دي السيتنجز اللي على مستوى الجروب. اوكي هو انا عندي جروب واحد وخلاص، نشوف كده. انا تعاملاتي قليلة شوية مع الـ V Apps، ف اوكي انا هعمل محاولة أخيرة، لو ما اتظبطتش قد يكون انا اللي عندي مشكلة في اللاب. اوكي بس انا عايز اعرف ايه الفرق ما بين اوكي باور اوف، لا عايزين باور، نعمل سيف شت داون. شوف المفروض ان هو بيدي كوماند لرقم اتنين، بعد كده بيدي كوماند لرقم واحد. اوكي ادي رقم، اوكي رقم اتنين وادي رقم واحد تمام، لان هم في صح، دي اتنين ودي واحد تمام كده اتطفى خلاص. لا بس هو لو انا مش غلطان يعني المفروض ان هو برضه تايم اوت، انا غالبا انا اللي عندي مشكلة في اللاب. ماشي طيب، هو يعني لو انا مش غلطان المفروض ان هما يبقى جروبس. اوكي واحدة هنا وواحدة هنا يعني، لان لما بيكونوا الاتنين في نفس الجروب، لو انا مش غلطان من اللي انا شفته دلوقتي، بتكون الفيرتشوال ماشينز كلها في نفس الجروب، فبينفذ الكلام ده في وقته. لكن يعني المفروض ان هو ينفذ الجروب الاولاني وبعدين الجروب التاني وهكذا، بس على الاغلب انا اللي عندي مشكلة في اللاب. تمام احنا كده خلصنا موضوع الريسورس بولز والفي اب، حاجة كده من بره المنهج يعني، كاستخدام للريسورس بول ممكن تستخدم الريسورس بول كفولدر، دي حاجة كده من بره المنهج يعني. يعني مش بالضرورة انك تستخدم الريسورس بول علشان توزع ريسورسز، لا انت ممكن تستخدمه علشان تعمل جروبينج. اوكي يعني هو مش بالامكان تحت الداتا سنتر، مش بالامكان ان انت تنشئ جروبس، بس خلوني فولدرز، بس خلوني اكد على النقطه دي. مش عارف بيطلع ليه ده يعني هنا كده على الداتا سنتر نفسه، مش الكلاستر، داتا سنتر رايت كليك هلاقي ان في نيو فولدر، في فولدر اهو، اقدر ان انا انشئ فولدر خلاص، لكن تحت الكلاستر نفسها ما ينفعش، ما ينفعش ان انا انشئ ايه فولدر. فلو انا عايز اعمل حاجه تنظيميه، بس خليني اتاكد من حاجه قبل ما اقول اللي انا بقوله ده. ما هو هنا ادي ال في فيو الفيرتشوال ماشينز مفيش غير الفولدرات، بس الفولدر مش هينفعك قوي يعني، الفولدر مش هينفعك. انت عايز فولدر يعني فولدر تحت الكلاستر، انت ممكن يبقى عندك كلاستر فيها عدد كبير قوي من الفيرتشوال ماشينز خلاص. ف يعني انا مش عارف ليه في ام وير ما عملوش القصه دي، ان انا اقدر اكريت فولدر
تحت الكلاستر، يعني علشان تنظيميا انا اعمل فولدر اسميه مثلا اكسشينج، اعمل فولدر تاني اسميه اي حاجه تانيه. مثلا لو ان انا مش محتاج استخدم الوظيفه الرئيسيه للريسورس بول، فممكن انك تستخدم الريسورس بول كفولدر، كاريت في ريسورس بول حطه جوه فيرتشوال ماشينز، وسمي ريسورس بول ب يعني اديله اسم يبين ايه الفيرتشوال ماشينز اللي مدرجة تحته. يعني دي حاجة كده من بره المنهج خالص، يمكن تحتاجها يعني كمعلومة. تمام. بالنسبة للسلايدز، في منكم كان طلب مني السلايدز، ان شاء الله هتلاقوها موجودة في البلوج. ادي عنوان البلوج اهو، اللي هو arabitnetwork.com. هيكون في بوست، على الاغلب البوست ده او ارتكل يعني جوه البلوك تحت قسم الكورسز، هيكون الكورس نفسه فيرتشوالايز فروم سكراتش ده ليه صفحه. تمام. هيكون جوه الصفحه دي في السلايدز، تمام، بيو ار ال لكل موضوع من الموضوعات كلها اللي اتكلمنا فيها قبل كده، كل واحد فيهم كان ليه سلايدز، هتكون موجوده فيها ان شاء الله، تقدروا تعملوا لها داونلود. شاكر ليكم حسن استماعكم، ونتقابل في الفيديو الجاي إن شاء الله. الفيديو اللي جاي هنبتدي نتكلم بقى على بروبرتيز الفيرتشوال ماشين نفسها والتعامل مع الفيرتشوال ماشين نفسها. هنبتدي نشوف بقى الريسورس الوكيشن للفيرتشوال ماشين، وهنبتدي نشوف بقى ازاي نقدر نضيف ونحذف هاردوير ريسورس فيرتشوال هاردوير والفيرتشوال ماشين اب اند راننج والحاجات دي، ومكملين بقى مع بعض إن شاء الله. شكرا، مع السلامة.